ليسي بروح بحال راس خالتي ونولي بحالو ونولي بحالو ونخدم نولي بوليسي عندي مع بوليسيين وشي بغيتو كيكون غير نقول نولي بوليسي نقول نولي بوليسي وتنشكركم نقول لهم تنشكركم بزاف. واش اختاريتي البوليس؟ قلت لك علاش اختاريتي البوليس؟ بغيت باغا نولي بوليسي حتى انا. انوار عزيزه لي المهنه ديال البوليس ومحبوبه عند البوليس اللي في الحي ديالو اللي تيسكن فيه ياك؟ اه عاودي لنا شي ضرائب اللي كتخرجوا كيتلاقى مع البوليس كيسلم عليهم وكيعطيهم التحيه واكيد الا شافوه راه غادي يعرفوه يعني ما كاينش شي براج اللي تيدوز منه انوار وما تيعطيش التحيه ياك؟ تعجبو البوليس تعجبو الخدمه ديال البوليس تيتمنى يكون بوليسي واخا المرض واخا المعاناه تيتمنى يكون واخا كورونا كيبغي باغي يكون بوليسي. انا بعدا من هذا المنبر تنبغي نقول لي انور عنده مرض مزمن مكلف يعني وعنده واحد المعاناه يعني حياته كامله عايش عيف في السبيطارات وعنده امنيه يكون بوليسي وتيتمنى يعني يستقبلوه حتى هو بحال الوليدات ويفرحوا به يجبروا بالخاطر ديالو. وشكرا شكرا لاي واحد تيتواصل مع انوار في البورتابل ديالو ودير ليه ابوني وتيتابعو يعني كاينين طرائف في التليفون بزاف تيهضروا معاه. الدواء ديالو عنده مرض مزمن يعني افي عنده البرا يعني كل سيمانه تيدير واحد لابيرفيزيون ديما تحاليل. لا هذا مرض نادر مزمن يعني عنده هاد التريتمون هادي افي والعمليات راه ما شاء الله ولله الحمد راه عنده بزاف ديال العمليات يعني كل مره عمليه على الودنين عمليه على الفتاق عمليه على النيف والحمد لله الحمد لله على كل حاجه. انا ما عنديش انا تنتمنى الصحه هي كل شيء وتنتمنى الاهتمام بهاد الوليدات هادو هاد لي مالادي غاغ. شكرا بزاف شكرا بزاف لاي واحد شنو تقول لهم تابعوا انور الرجاوي 630 شكرا بزاف شكرا لاي واحد دعا ليه بالشفاء. شنو الامنيه ديالك ها بوليسي صافي بغيت بوليسي بوليس شرطه الجمهور اللي متبعنا تنقول لهم شكرا وشكرا لاي شكرا بزاف وشكرا لاي واحد دعا الانوار بالشفاء راه دعوه الغريب مستجابه ياك وتنتمنى يتم الاستقبال ديالو من طرف السيد الوالي.